بحب أعيش بالقدس لأنها بلد حلوة كتير وقديمة كتير. أنا ساكن بالحرم جنب البلد القديمة. هذا بيتي عمره 500 سنة. أمي تبعتني على السوق حتى أشتري اللبنة والزيت والزعتر والأشياء اللي تطلبها أمي منها. من هون بشتري خبز وكعك. كعك القدس مشهور لأنه زاك. شوارع القدس القديمة مبلطة ما بتفوت عليها سيارات، فالواحد بيقدر يمشي بأمان، بس لازم يدير باله عشان في عربيات تنقل بطاعة. القدس بلد قديم كتير وملانة محلات مقدسة بجول هالناس من كل العالم. هذه كنيسة الإيام، محل كتير مقدس للمسيحيين، وهذا المسجد الأقصى مكان كتير مقدس للمسلمين. كل يوم بعد المدرسة منخلص الدروس نروح نلعب بساحات الحرم. بلعب مع أصحابي ولاد خالتي ولاد عمي وإخوتي لعبة الوساطة. أبوي عم بناديني لازم أروح عالدار. بتمنى إنكم انبسطتوا في مدينتي القدس.